السلام عليكم ورحمة الله، يا أهل بلدي يا أهل مصر يا طيبين. هنشوف معاكم أحوال بلدنا، ادعوا معنا تنصلح، قولوا أمين آمين يا رب العالمين. حلقة جديدة من استوديو الأخبار، اسمحوا لنا هنفتح فيها النهاردة ملفات بتهم بالتأكيد كتير من حضراتكم. هي الملفات اللي بتناقشها لجنة القوى العاملة في البرلمان في مجلس النواب، من قانون الخدمة المدنية إلى قانون التأمينات والمعاشات إلى قوانين مد سن التقاعد إلى العمالة المؤقتة اللي بعقود ووضعهم الفترة اللي جاية هيتم تثبيتهم ولا لأ. اسمحوا لنا أمور كتيرة للغاية هنناقشها إن شاء الله مع ضيف الكريم اللي بيشرفني بالتأكيد في الاستوديو، الأستاذ عبد الرازق الزنط أمين سر لجنة القوى العاملة في البرلمان. استاذ عبد الرازق اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا، بيشرفني بكل تاكيد. الله يبارك فيك. اسمح لي ويسمحوا لنا مشاهدينا الكرام، في البدايه هنروح لزميلي محمد جمال مع موجز لاهم واخر الاخبار. اتفضل يا محمد. شكرا كمال. موجز الاخبار من تين تي في، اهلا بكم. يصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عفوا رئاسيا خلال ايام يشمل عددا من المحبوسين على ذمه قضايا متنوعه استنادا الى قواعد حقوق الانسان، ومن المقرر أن يشمل 200 محبوس بينهم شباب وحالات صحية وطلاب جامعات ومدارس، وأن قائمة المعفية عنهم يجري إعدادها وفق قواعد حقوق الإنسان وليست قاصرة على القضايا السياسية فقط، ويجري إعداد قائمة المعفية عنهم بالتنسيق بين أجهزة وزارة الداخلية ممثلة في قطاع مصلحة السجون وقطاع حقوق الإنسان. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مشروع مدينة الجلالة أعلى هضبة الجلالة بمنطقة البحر الأحمر، واستمع الرئيس إلى شرح من اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حول آخر التطورات بالمشروع، كما التقى الرئيس خلال الجولة التفقدية بعدد من المهندسين والمقاولين والعاملين بالشركات الوطنية المنفذة للمشروع بالتعاون مع القوات المسلحة، حيث أكد على أهمية إنجاز مشروع مدينة الجلالة وفقا لأعلى المستويات العالمية والالتزام بالجدول الزمني المحدد. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن علاقة مصر بدول العالم تقوم على الشراكة التبعية، مشيرا إلى أن مصر تربطها علاقات استراتيجية ثابتة وراسخة مع دول العالم ترتكز على الانفتاح وتبادل المصالح والحوار السياسي والاحترام المتبادل. جاء ذلك خلال الحديث الموسع الذي أدلى به الرئيس عبد الفتاح السيسي لرؤساء تحرير الصحف القومية، وتناول فيه التطورات على الساحتين الداخلية والخارجية والجهود التي تبذلها الدولة للارتقاء بالخدمات الجماهيرية وتحسين مناخ الاستثمار. وحول اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، أكد الرئيس احترامه الكامل لمؤسسات الدولة والقضاء مشيرا إلى أنه سيكون أمام البرلمان فرصة كاملة لدراسة الاتفاقية بشكل متعمق. وأكد السيسي موقف مصر الثابت من عملية السلام ودعمها لكافة الجهود التي تسعى إلى حل هذه القضية. قرر المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب تأجيل اجتماع اللجنة للتصويت على تقريرها بشأن بطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور لعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد اللجنة، حيث كان الحاضرون 8 نواب من بين عدد أعضاء اللجنة البالغ عددهم 32 نائبا. وكانت محكمة النقد قد أصدرت في يوليو الماضي حكما بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان فوز أحمد مرتضى منصور بعضوية مجلس النواب عن دائرة الدق والعجوزة، وأمرت بإحلال الدكتور عمرو الشبكي بدلا منه، وذلك بعد الفصل في صحة العضوية عن المقعد البرلماني للدائرة بالمجلس. قال شريف فتحي وزير الطيران المدني إن مسألة عودة السياحة الروسية ليست أزمة سياسية، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب الروسي على خارطة طريق لعودة السياحة والطيران من خلال وصول عدة وفود لتفقد المنتجعات السياحية والفنادق، وعرض آخر ما توصلت إليه اللجنة التحقيق وآخر ما تم تطويره من الأجهزة الأمنية بالمطارات. وأكد أن الوزارة في انتظار وصول وفد روسي في نهاية الشهر، وأن زيارة الوفود الأخيرة هي المحدد النهائي في عودة حركة السياحة والطيران الروسية إلى مصر.
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن حصيلة المرحلة الأولى من مزاد حق الشعب الذي نظمته الهيئة العامة للخدمات الحكومية لبيع الأراضي الزراعية التي استردتها لجنة استرداد الأراضي بلغت نحو 164 مليونا و517 ألف جنيه، وهي حصيلة بيع 13 قطعة بمساحات مختلفة. كما أعلن عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن المبالغ التي تم تحصيلها من بيع تلك المساحات سيتم إيداعها في حساب حق الشعب والذي اعتمدته اللجنة لإيداع المبالغ المحصلة كمستحقات عن الأراضي، لافتا إلى أنه من المقرر طرح عدد آخر من القطع والمساحات التي استردتها اللجنة في مزادات علنية أخرى بعد أجازة عيد الأضحى المبارك. وقعت اليوم وزارة الصحة والإنتاج الحربي بفاكسيرا بروتوكول تعاون لإنشاء أول مصنع لإنتاج أدوية الأورام بحضور الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي والدكتورة ألفة غراب رئيس الشركة القابضة للأمصال واللقاحات. ومن جانبه أكد وزير الصحة والسكان أن إنشاء أول مصنع لإنتاج أدوية علاج الأورام في مصر يعد نقلة نوعية ويحدث طفرة في سوق الدواء في مصر، مشيرا إلى أن تكلفة المصنع تبلغ 400 مليون جنيه بالشراكة بين فاكسيرا وشركة فاركو للأدوية ووزارتي الصحة والإنتاج الحربي. وأضاف الوزير أن المصنع سيوفر 95% من احتياجات الدولة من أدوية الأورام، مؤكدا أن إنشاء المصنع يعتبر إنجازا ضخما يساهم في الاعتماد على الأدوية المصرية بدلا من المستوردة. أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية المتوجهين إلى المدينة المنورة سيغادر مطار القاهرة صباح غد الثلاثاء، ويبلغ عدد الوفد 760 حاج يمثلون حجاج 4 محافظات وهي المنوفية والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط. وأوضحت الوزارة أنه سيتولى سفر أفواج حجاج جمعيات وزارة التضامن الاجتماعي والبالغ عددهم 10,000 حاج حتى يوم 4 سبتمبر، ومن المقرر مغادرة أول الأفواج المتوجهة إلى مكة المكرمة يوم 29 أغسطس. أكد الأنبا بيمين أسقف قوس ونقادة ورئيس لجنة الأزمات بالكنيسة القبطية أن البابا توادرس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية دعا الأباء المطارنة والأساقفة أعضاء المجمع المقدس لاجتماع طارئ بعد غد الأربعاء لمناقشة مستجدات الأوضاع في مسودة قانون الكنائس الذي تتفاوض الكنائس مع الحكومة حوله. كانت الكنيسة القبطية قد أعلنت في بيان رسمي الأسبوع الماضي عن رفضها للتعديلات التي جرت على مشروع قانون بناء الكنائس، ووصفته بالخطيرة التي تهدد الوحدة الوطنية دون أن تعتمد المسودة من مجلس الوزراء حتى اليوم، بعد أن أجلت الحكومة النظر فيها إلى اجتماع مجلس الوزراء المقبل. أدانت مصر بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس الأحد واستهدف مقر حكومة إقليم بنتلاند بوسط الصومال، مما أسفر عن مقتل نحو 20 شخصا وإصابة العشرات. وأعرب المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن خالص التعازي لأسر الضحايا، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. كما أكد أبو زيد على وقوف مصر حكومة وشعبا مع حكومة شعب الصومال في مواجهة ظاهرة الإرهاب من أجل استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية وتوفير السلام والرخاء لأبناء الشعب الصومالي الشقيق، مطالبا بضرورة تكثيف التعاون من أجل مواجهة تلك الظاهرة. حذر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية من أن تنظيم داعش الإرهابي يعيد تنظيم خطوطه في إفريقيا بعد هزائمه في العراق وسوريا وليبيا. وأشار المرصد إلى أن تنظيم داعش الإرهابي قد أولى إفريقيا اهتماما كبيرا، وبايعته تنظيمات إرهابية عديدة كحركة الشباب المجاهدين في الصومال وجماعة بوكو حرام في نيجيريا. ولفت المرصد إلى أنه عكس موقف داعش في العراق وسوريا، فإن دول المحيطة بالمساحات التي سيطرت عليها في شرق إفريقيا في الصومال وغربها في نيجيريا
تعاني من ضعف القدرات العسكرية، ما يغري التنظيم بالتركيز على إفريقيا في الفترة المقبلة لتحقيق انتصارات يعوض بها هزائمه في سوريا والعراق. أعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات أنه استقر الرأي داخل اتحاد القرى على إقامة مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك على ملعب الجزيرة بالإمارات بين الدورين الأول والثاني للمسابقة الدوري. بقية فقرات استوديو الأخبار مع الزميل كمال ماضي. إليك كمال.